مشاهدينا الكرام في كل مكان، بجدر التحية بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج العيادة. حلقة برنامج العيادة النهاردة هتكون حلقة مختلفة وهتكون مهمة لكل الناس إن هي تتابعها، لأنه لا يوجد في بيت في مصر أو لا يوجد في أسرة شخص لا يشتكي من آلام. هذه الآلام بتكون مؤلمة وآلام بتكون شديدة في بعض الأحيان، بتخليه مش قادر يقوم بالعمليات الوظيفية الحيوية اليومية، زي أنه يتحرك أو يتوضأ أو يصلي أو يوطي يجيب حاجة أو يطلع أو يتمشى حتى بالشكل الطبيعي المعتاد عليه. النهاردة هنتكلم عن خشونة الركبة. خشونة الركبة واحدة من المشكلات اللي بدأت تنتشر وبتنتشر غالبا بعد سن الخمسين، وانتشارها دايما اقول كده انه انتشار هذه الالام يعني انه لازم النهارده يكون لينا وقفه مع اسباب خشونه الركبه والام خشونه الركبه والام المفاصل، وازاي نعالج ده، وايه ابرز التقنيات العلميه الحديثه اللي ممكن تساعدك ان انت تتخلص من هذه الالام اللي ممكن تكون مأثره على سير حياتك اليوميه بشكل كبير. في هذه الحلقه هيكون معايا الضيف الكريم المتالق دائما وابدا الدكتور محمد صقر، استشاري طب وجراحة العظام والعمود الفقري ومناظير المفاصل وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام. دكتور محمد برحب بك. أهلا بك أستاذ خالد، فرصة سعيدة. النهاردة هنتكلم عن خشونة الركبة وألمها اللي بتأذي وبتقلم ناس كتير قوي. قبل ما أخش عن الخشونة بتحصل إزاي، الأول مفصل الركبة ده بيتكون إزاي؟ أهلا بك، تشرفت بك، فرصة سعيدة. طبعا خشونة الركبة هي دلوقتي بقت حاجة مهمة جدا لكل البيوت، نعرف ايه اسبابها، نعرف ايه تطوراتها، ايه مراحلها، وايه هي طرق العلاج الجديدة الحديثة اللي الناس دلوقتي بتدور عليها. كويس. بالنسبة للركبة، ركبتي هي، انا عايز اعرف مكونة من ايه. جميل. ومعانا صورة كمان لشكل مفصل الركبة. كلام جميل. الركبة كل الناس متوقعة ان الركبة دي عبارة عن عظم بس. لا طبعا، الركبة عبارة عن ثلاث طبقات. طبقة عضلية، هو معنا الصورة هي دكتور محمد، ممكن نعلق عليه الصورة معنا. طبقة عضلية، العضل اللي بيغلف مفصل الركبة، سواء العضلة الأمامية للفخذ أو العضلات الداخلية أو العضلات الخلفية. كويس. ومعانا الطبقة الوسطى اللي هي طبقة الغضاريف والأربطة، اللي هي بتبقى عبارة عن الرباط الصليبي الأمامي، وده واضح طبعا في الصورة، الرباط الصليب الخلفي، الغضروف الهلالي الداخلي، والغضروف الهلالي الخارجي، والرباط الداخلي للركبة، والرباط الخارجي. كل حاجة ظهر قدامنا ليها وظيفة، والوظيفة دي مهمة جدا، ومن غير ما تكون الوظيفة دي يعني على أكمل وجه هيحصل مشكلة أو خلل يأثر على المفصل. هل يؤدي إلى خشونة أو ما يؤديش إلى خشونة؟ يعني الكلام ده هنتكلم فيه بقى مرارا وتكرارا. كويس. بعد ما اتكلمنا عن شكل تكوين مفصل الركبه، في اسباب، هذه الاسباب قد تؤدي الى خشونه الركبه. تمام. في البدايه كده، انا امتى اقول ان شخص عندي خشونه الركبه؟ يعني تعريف خشونه الركبه. تمام. تعريف خشونه الركبه هو ديجنراتيف ديستراكتيف جوينت ديزيز، يعني مرض بيسبب تاكل وتحطيم للطبقة الملساء للمفصل. أيوة. يعني أنا عندي سطح الركبة سطح أملس، ده ربنا خلقه لنا كده. كويس. سطح أملس انسيابي. كويس. سهل الحركة. طبعا كل يوم عن يوم أنا بعمل مجهود، بعمل تحميل زايد، عندي مشكلة، لا قدر الله عندي أي مرض، المرض ده بيسبب بعدين خلل، زيادة الوزن ممكن زيادة تعمل الألام ومشاكل، حركة غلط، قاعدة غلط، كل الأسباب دي بتؤدي إلى حدوث الخشونة. فالخشونة هو الخلل في الجوينت أو في النعومة بتاعة المفصل. كويس. إذا اعتبرنا أنه ده مفصل الركبة، هنا بيحصل الخلل ده، أو الاحتكاك. الاحتكاك ده. تمام. كويس كده. تمام. هذا الاحتكاك بقى، ده معناه أنه حدث خشونة أو حدث مشكلة في المفصل. تمام. كويس. تمام. احنا دلوقتي عرفنا الخشونة. عرفنا يعني ايه خشونة، شكل الخشونة، ان المفصل بيحصل فيه احتكاك، فبالتالي الطبقة الملساء دي بتتأثر، وطبعا يعني برضو هنوضح اكتر شوية التأثير بتاع ده تدريجي. كويس.
أسباب خشونة الركبة بتتقسم لنوعين، أسباب أولية وأسباب ثانوية. أسباب أولية اللي كلنا عارفينها، في أسباب وراثية، العامل الوراثي له دور. يعني قد يكون قد تكون العوامل الوراثية لها دور، لها مهم دور جدا. يعني لو واحد والده أو والدته كان عندهم خشونة في الركبة فهو ممكن يبقى عرضة ان يجيله خشونة اكتر من اي شخص العادي. تمام. وخاصة اذا كان الاب او الام جالهم خشونة مثلا في مرحلة مبكرة. تمام. فيبقى حاسس انه لا ده انا لازم اخد بالي بقى الفترة اللي جاية. تمام. السن له عامل مهم طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي ان دايما معلش وزن السيدات دايما بيبقى اكتر شوية من الرجالة، فوزن السيدات بيؤدي الى ان الخشونة بتجيلهم بدري شويه عن الرجال. فبنقول ان يعني متفاوت الاعمار 40 سنه عند الستات و50 سنه عند الرجال. عند الرجال الوزن له عامل مهم. دكتور محمد، بقينا بنشوف يعني شباب ناس سنها صغير تلاقي عنده خشونه، يقول لك انا رجليا يعني خانتني، يعني باجي طالع سلم. تمام. هل ده له علاقه بخشونه الركبه؟ تمام. يعني وانا طالع احس لا ركبتي فلتت كده. تمام. ده له علاقه بخشونه الركبه؟ لا خالص. ركبتي فلتت دي يعني التشخيص بتاعها مبدئيا يعني واحنا بنتكلم انا دماغي رايح مثلا لقاطع في الرباط الصليبي. تمام كده؟ قاطع في الرباط الصليبي. احنا عايزين نوضح نقطه انه مش يعني الرباط الصليبي ده مش بيجي للناس اللي بتلعب رياضات، او ممكن يجي لاي بني ادم عادي. عادي خالص. صوب انا طالع سلم سوري رجلي خانتني وقعت حصل التهابات. طبعا بالتشخيص بالفحص بالاشعاعات الدقيقه دلوقتي نقدر نحدد. كويس. فحضرتك تطرقت بقى دلوقتي للنقطة اللي هي الأسباب الثانوية لخشونة الركبة. يعني أنا خلاص الأولية خلاص خلصنا منها، عرفت الموضوع له علاقة بالعوامل الوراثية وبعض والسن الحاجات الأساسية والسن والحاجات الأساسية. الأسباب الثانوية، ودي طبعا اللي هي إحنا كلنا المفروض علشان بقى عامل السن الصغير اللي بيشتكي من 30 سنة و 25 سنة ويجي لي العيادة يقول لي يا دكتور أنا عندي خشونة وكشفت وقالوا لي كلام مش منطقي. انا مش هقول انا عندي خشونه وانا عندي 25 سنه ولا 30 سنه. تمام. اولا ممكن يكون الموضوع اصابه ازاي. حصل رياضه او غير رياضه او عمل، يعني احنا عندنا الشباب في مصر بيتعب كتير او بيشقى كتير، بيعمل مجهود كتير، بيشقى غلط. في الاوضاع بتاعه العمل دي اوقات يحصل اصابه للركبه. اصابه زي قطع في الغضروف الداخلي، ايوه، تمزق في الرباط، قطع في الرباط الصليبي زي ما حضرتك قلت دلوقتي. تمام. كل الحاجات دي او كل المشاكل اللي هي بتؤدي الى اصابه في الركبه او في الاربطه او في الغضاريف بتؤدي الى احتكاك ما بين الجزء بقى اللي هو العظمي، ما بين الجزء العلوي اللي هو بعظمه الفيمر والجزء السفلي اللي هو عظمه التيبيا، فبيحصل احتكاك. تمام. لما بيحصل احتكاك بيؤدي الى يعني بدايه الخشونه، او يعني ان خلاص كده بقى المريض ده او الشاب ده عنده قابليه انه يجي له خشونه بدري شويه. بدري شويه عن الطبيعي. يعني احنا قلنا الطبيعي خلاص في الاربعينات خمسينات كده. طيب انا 30 سنه وجالي خشونه او يعني اتصبت اصابه وكذا. تمام. دي نقطه من ضمن النقط الثانويه. ده خليني اسال هنا سؤال. تمام. لو انا عندي 30 سنه ولا قدر الله اصبت بخشونه في مفصل الركبه. تمام. وانا بتعالج. تمام. نسبه شفائي بفضل الله او نسبه تقبل العلاج درجتها اعلى ولا اقل من الشخص اللي وصل ل 40 و45 و50 سنه؟ لا طبعا اعلى. بكتير. اعلى بكتير، لان صحه المفصل في السن الصغير اكيد احسن من صحه المفصل في السن الكبير. واخد بالك؟ يعني لو بقى اخره شويه وما راحش شاف المشكله فين وما كشفش وما عالجش بدري وما خدش طرق العلاج البدري، الموضوع هيتاخر، هيزيد، هيبقى نخش بقى في قصص ثانيه. نخش في قصص ثانيه والمشكله بتكبر. تمام. يعني احنا عندنا كل المشاكل في المفاصل عموما مش في مفصل الركبه بس، مترتبه على ايه؟ ان احنا دايما يعني بنتاخر شويه في العلاج، هي ما بيبقاش مدين اهتمام قوي لشويه الوجع دول ان شاء الله هيروحوا بكره. مسكنات، الموضوع هيروح طبعا مش عارف ايه، يجي عليك وقت ما فيش مسكن نافع معاك، الم شديد، محتاج اروح للدكتور محمد على طول. هروح للدكتور بعد ما المشكله تزيد، فنبتدي احنا بقى ندور ونبحث ان كان في مشكله قديمه وهكذا. تمام. اتكلمنا على نقطه الاصابه، يعني زي ما قلنا دلوقتي. النقطه الثانيه الامراض. الامراض يعني شفاكم الله وعافاكم جميعا، الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد المفصلي. الروماتويد المفصلي ممكن يجي في سن مبكر، لما بيجي في سن مبكر بيأثر على صحه كل المفاصل منها مفصل الايه؟ مفصل الركبه. فطبعا بيؤدي الى خشونه مبكره، يعني اغلب العيانين اللي بشوفهم عندهم روماتويد
لازم بيلجأوا لتغيير مفصل، سواء مفصل الركبة أو مفصل الفخذ بدري شوية. يعني بيجي لنا عيانين تلاتينات واربعينات ونضطر نغير لهم مفاصل. وطبعا لو ميس دايجنوز من الاول ان هم روماتويد او ما تشخصوش ان هم روماتويد من بدري، مش عايز اقول لحضرتك بيغيروا كل المفاصل بتاعتك، يعني بيغيروا مفصلين الركبه. هنا بقى هنا نقف عند نقطه، انا لو دلوقتي حسيت او انا كشفت طلع عندي روماتويد، تمام، ايه الاجراء اللي المفروض اخده عشان يعني الى حد ما اعمل عمليه وقايه لمفاصلي؟ تمام، احافظ عليها. الروماتويد لما ما بيتعالجش بدري بيسبب سيفير ديستراكشن، يعني بيسبب تاكل فظيع للمفصل. تمام، يعني تاكل لو ما اتعالجش بدري بياكل المفصل. احنا لما نشوف اشعه العيان اللي عنده روماتويد سواء 30 ولا 40 ولا كله زي بعض، اختار حضرتك طبعا هو لو ما اتعالجش. طيب لو اتعالج، لو اخذ العلاج بدري حافظنا على سلامه المفصل. معلش يعني حتى لو هيتعامل معامله العيان الطبيعي اللي بيجي له خشونه في السن الطبيعي 40 او 50، خلاص هو هيعيش حياه طبيعيه، مش هيزور الدكاتره من 30 سنه ويفضل عايش في العيادات وبيتنقل من الدكتور للدكتور ويبحث عن سبل العلاج والطرق بتاعته من مكان لمكان اخر. تمام، فيعني من ضمن الامراض الروماتويد ارثرايتس الجاوت. الجاوت ده النقرس. النقرس يعني اللي هو احنا بنسميه دايما الاملاح الزايده او اكل اللحوم الزايده، والشاي وكده، فترسب النقرس فيها كافيين كتير بتعمل ده، بيترسب بنسبه زايده. فلما تزيد في المفاصل بتبدا دايما في الفوت، في الكاحل، في الاصبع الاكبر للقدم، وبعد كده ممكن يتنقل للمفاصل الاخرى منها مفصل الركبه. يعني بيبدا من تحت من الصباع الكبير كده في رجلك. طبعًا. ويفضل يطلع معاك ياكل بقى مفصل مفصل كده يتسلى فيه واحده واحده. لما بنوصل بقى لمفصل الركبه خلاص يعني بنبتدي نشخص ونعرف الاول ايه السبب، فبنوصل ان يعني الموضوع كان نقرس يا جماعه ووصل معانا ان هو عمل لنا خشونه فين؟ في مفصل الركبه. تمام؟ في عوامل اخرى ممكن تبدا معانا منذ الصغر. يعني طفل ويكون هو عرضه انه يجيله خشونه بدري، زي العيان اللي عنده ريكت او عنده ليونه في العظم، اللي عنده تقوس في الركبتين وما تعالجش، هو صغير. فكبر وهو عنده تقوس، الاهل طبعا ما خدوش بالهم، ما زاروش دكتور، ما تابعوش للاخر، سمعوا كلام بعض الناس ده هو شويه لما هيكبر هيبقى. واحده واحده بقى هنا، واحده واحده هنا. تمام، انا النهارده المتعارف عليه انه الطفل بيخرج من العمليات خش لو دخل حضانه، ما دخل ما احتاجش يبص عليه دكتور الاطفال بصتين كده، ما دام الواد بيتنفس وكويس بيقوم مخرجينه وينطلق يعيش حياته. تمام، المفروض انه الطفل الصغير ده اذا الام حست بايه في شكل عظام الطفل تاخده تروح بيه عند دكتور عظام تطمن على عظمه. تمام، احنا بنبدا نشوف الاطفال في العيادات، يعني معلش مع احترامنا للناس الفاهمه شويه، من بعد سنه بدايه ما الطفل يمشي. ابني بدا يمشي يا دكتور وحاسه مشيته غريبه. فحاسه مشيته غريبه دي هي شكت ان عنده تقوس، عنده الاب، خلاص بترجعه للدكتور، والدكتور لما يشوف يشخص ويبتدي يقول اه ده احنا عندنا ليونه في العظام، احنا عندنا نقص في الكالسيوم. طبعا اسباب نقص الكالسيوم عند الطفل اسباب كتيره جدا، ممكن تكون من ضمنها ان الام نفسها عندها نقص كالسيوم في وقت الحمل، تغذيتها مش صحيحه، تغذيه الطفل مش صحيحه، ما خدتش كالسيوم كويس، فبالتالي الطفل بقى عنده ليونه في العظام او عنده نقص في الكالسيوم. فلو ما تعالجش او الام ما اخدتش بالها وودته للدكتور في السن المناسب وخد العلاج المناسب من سنه لسنه ونص مثلا لحد ثلاث سنين او ثلاث سنين ونص، وما تعدلش شكل الرجل او شكل التقوس اللي موجود عنده، خلاص بيعدي لثلاث سنين ونص احنا بنبتدي نلجا للحلول الجراحيه. بعض الناس بتخاف، انا هعمل العمليه لابني وهو صغير سنه صغير، لا يا دكتور هسيبه، يعني حد من قرايبه كان كده ورجليه اتظبطت. اكيد كلنا بنسمع الكلام ده، اتظبطت بالدعاء، فبيوصل طبعا الموضوع بعدين للتقوس، والتقوس ده بيكبر مع الطفل. طيب انا ليه بذكر النقطه دي؟ المفصل بتاع الركبه هو مفصل متوازن، يعني عندنا الغضروف الداخلي او الجزء الداخلي والجزء الخارجي. انا لو عندي تقوس، التقوس ده فيه حمل على جزء اكبر من الايه؟ من الجزء الثاني. كويس. يعني الجينوفارم الحمل او التقوس الركبه للداخل، الحمل دايما بيبقى على الجزء الداخلي للركبه. الجينوفالجس الركبه بتبقى ناحيه بره شويه، فالحمل بيبقى ايه؟ العكس. تمام؟ كويس. فانا دلوقتي لو الحمل عندي على جزء اكتر من الجزء الاخر، الجزء اللي عليه الحمل ده بقى شايل الجسم كله.
المفروض ان انا لو سي مثلا وزني 50 كيلو، فال 50 كيلو دول متوزعين على الايه؟ النصين. طيب دلوقتي لما ال 50 كيلو دول يبقوا متوزعين على نص واحد، خلاص الجزء ده بيتهالك او بيستهلك بدري شويه عن الطبيعي. كتر على حضرتك. كويس. طبعا في امراض اخرى كتير، يعني احنا ممكن نذكر مثلا على سبيل المثال السكر. يعني السكر ده بيدمر الجسم كله في حاله ان انت مش محافظ عليه. في امراض مزمنه زي الفايبروميالجيا او اللي هو وهن العضلات. وهن العضلات من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتؤدي الى خشونه المفاصل وضعف العضلات عموما. ضعف العضلات عموما في الفتره دي بقى كتير شويه. ليه بقى؟ علشان الحقيقي كده زي ما ممكن تمسكوا تدوس عليه يتطبقوا في بعضه كده. ليه؟ احنا كنا زمان يعني احنا واحنا صغيرين كان يعني والدنا او والدتنا لو طلبوا مننا طلب كنا بنروح نجري نعمله ونيجي. لا دلوقتي كل حاجه ديليفري. كل حاجه بتجي لحد البيت. والنت بقى سهل على الناس الحركه والمش عارف ايه تمام. وتطلب اي حاجه بالموبايل. فالطفل او الشاب او حتى يعني في متوسط العمر ما عادش بيتحرك زي زمان. فبالتالي العضلات ابتدت تضعف، ما عادش في حركه. العضله بقت يعني يوم عن يوم بتقل في الحجم وبتقل في الكفاءه. فبقى الموضوع كله حمل على العظام او حمل على المفاصل. تمام. لما بنبتدي نخش في النقطه دي بنقول ان احنا دايما بنلجا للرياضه. نلجأ عشان تقوي بقى العضلات وتعيد شكلها من اول وجديد. تمام. كده احنا اتكلمنا يا دكتور محمد عن ايه هي الاسباب الاساسيه الاوليه والثانويه، وقلنا انه قد يكون اسباب وراثيه، فروح اطمن بدري على عظمك وشوف ما دام انت عندك تاريخ مرضي في الجزئيه دي، وان اسباب قد تكون مرضيه بسبب مشاكل زي نقص الكالسيوم او بسبب مشاكل زي زياده الوزن او السكر او مشكلات اخرى قد تكون زي النقرس او الروماتويد. تمام. دلوقتي في مراحل بتتطور فيها خشونه الركب. يعني مش الصبح اصحى الاقي خلاص لا، هي بتمر على مراحل. ايه هي بقى المراحل دي؟ واحنا بنتكلم عن المراحل هيكون في فيديو كمان. تمام. بيشرح لنا مراحل تطور خشونه الركب. نشرح على الفيديو يوضح لنا مراحل تطور الخشونه. عندنا بتبتدي الدرجه الاولى اللي هي البدائيه. بعد كده بينتقل الى الدرجه الثانيه. ده الفيديو هو يا دكتور محمد؟ الفيديو يعني بيزوم على المفصل الركبه. مفصل الركبه هيجيبه لنا هيلثي، يعني مفصل صحيح. ده كده سليم، ما فيهوش اي مشكله. صحيح، ما فيهوش اي مشاكل. العظام كويسه، الغضاريف طبعا الغضروف الداخلي والغضروف الخارجي والاربطه. الساينيفال فلويد ده اللي هو السائل الزلالي اللي جوه المفصل. كويس. تمام. المفصل زي ما قلنا في الاول هو سطح املس. املس ونظيف وجيد وحلو زي الفل. فبيحصل يعني لما بيحصل احتكاك او بيحصل حركه. ايوه. تمام. الارتيكولار كارتليج اللي هي الغضاريف او بنقول عليها الرئيش بتاعه المفصل الصحيحه بتتحرك بالصوره دي. مفيش اي مشاكل، مفيش فيتشرنج، مفيش تشققات. كده مفصل زي الفل. يعني في سايز زلالي كافي ان هو بيحرك بسهوله ومفيش اي مشكله. احنا كده في مفصل سليم ما فيهوش مشاكل. ما فيهوش اي مشكله. لما بنبتدي دلوقتي هتبدا معانا المراحل بتاعت الخشونه. المرحله الاولى المفصل ما بقاش سليم، حصل فيه فيتشرنج يعني بقى حتى الحركه نفسها ما بقتش احسن حاجه. تمام. كارتريدج اللي هو الغضاريف او السطح الاملس بتاعنا بقى متكسر. حصل في العظام من تحت اوستيوفايتس او بوني سبيرز اللي هي الزوايد العظميه. دي زوايد عظميه. زوايد عظميه دي بتبقى عامله زي المطبات. احنا بنتني الركبه وبنفرد. أيوة. وبيحصل ان زي يعني في حاجه بتعوق الحركه. طبعا احنا ده كله في المراحل الاولى. لما بتزيد شويه يعني بنبتدي بقى نلحق نفسنا في المراحل الاولى عشان ما ننتقلش للمراحل الثانيه. المراحل الثانيه شفت حضرتك سطح المفصل عامل ازاي؟ خلاص منظر اتغير تماما. لا ده انا بقى هنا احنا طب هنا دكتور محمد شايف يعني العيان دلوقتي او الشخص لما يشوف مفصل ركبته اللي كان سليم بقى شكله عامل ازاي؟ المنظر ده. وكيف تحول لهذا الشكل؟ تمام. يعني بسبب اهماله مثلا في طبعاً. بسبب العلاج. عدم علاج الدرجات الاولى. احنا دلوقتي في الدرجات المتوسطه الاوستيوارثرايتس. طبعا الاوستيوفايتس او البول سبيرز دي زادت شويه. سبكوندرال بول اللي هو العظم نفسه ما بقاش مساوي، يعني ما بقاش املس. بقى في تعرجات كده. بقى في تعرجات. الله ينور عليك. تمام. السائل الزلالي اللي كان موجود ما عادش موجود.
فبيحصل دلوقتي فريكشن او احتكاك. دي الخلية المدمرة لسطح المفصل بتزيد وبيحصل تآكل اسرع يعني لسطح المفصل سواء السطح الاملس اللي فوق او سطح الغضاريف اللي تحت. كويس. الاوستيفايدز دي اللي قلنا عليها اللي هي البونس بيرد بتزيد. ان حضرتك الزوايد العظميه بتزيد بطريقه صعبه جدا. بص حضرتك الحركه دلوقتي عامله ازاي؟ الحركه مطب متعرج يعني مطبات عربيه. انا مش ماشي بدل ماشي على طريق ممهد وسليم وكويس وزي الفل زي الطرق الجديده بتاعتنا دي، لا ماشي على طريق مكسر وقديم ومش عارف ايه وعربيتك يعني هنعتبر ان دي مساعدين يعني لو جينا نشبههم كده الغضاريف الغضاريف بتاعت الركبه هي اللي أيوة. بتحصل عايزين بس نوضحها للناس كده يبقى اي حد قاعد يتفرج علينا فاهم ايه يعني بنقول عليها اللي بتمتص الصدمات زي المساعدين بتاعت العربيه. صحيح. احنا بنقول عليها المساعدين بتاعت الايه الركبه اللي هي الغضاريف. تمام. طبعا في الدرجات الشديده من الخشونه احنا كنا وصلنا الدرجه المتوسطه في الدرجه السيفير. لو نقدر برضو نعرضها نكمل باقي الفيديو. نكمل باقي الفيديو. احنا معانا درجات اخرى لتطور خشونه الركبه. الدرجه خلاص احنا معانا وصلنا للدرجه السيفير. دي الدرجه دي خلاص هو مش قادر يقوم ما عادش في مفصل خلاص بقى هو بيتحرك كل حركه عذاب. ألم. نار يقول لك نار في ركبتي مش حاسس أتحرك. ان انا يعني قادر اتحرك جوه البيت. طبعا ما عادش في اي سطح يتحرك بيه. الخلايا خلاص بقت غالبه ودمرت وعملت يعني كل اللي هي عايزاه في المفصل انتشرت بقى وكلت المفصل كله. تمام. فاحنا بالنسبه لنا المفصل دلوقتي خلاص ما عادش حاجه بقت خلاص. نقدر نعالجها خلاص يعني الجزء اللي كان موجود ونقدر نشتغل عليه ان احنا نساعد بيه العيان ما عادش موجود. والموضوع يعتبر منتهي. تمام. تدمر كده مفصل الركبه كانه واحد ركب عربيه ومساعدينها في الاول كانت ماشيه فقال لك اما اكمل عليها بقى شويه كمان لحد ما المساعدين ينتهوا. تمام. فجاه المساعدين انتهوا وبقت العربيه تطلع وتخبط منك في كل حته ما انتش مش قادره تتحمل. طيب النهارده هنتكلم عن تطور الخشونه. تمام. اذا خدنا كل مرحله من هذه المراحل كيف نتعامل معها؟ يعني هنعمل ايه؟ هنوصل يعني دلوقتي ان الخشونه عندنا يعتبر اربع درجات. كويس. بنقول في الدرجة الأولى في أول درجة اللي هي بنبدأ نحس بالألام أو بيحصل فيه ارتشاح في الركبة أو التهابات بسيطة. الدرجة الثانية بيبقى فيه التهاب زايد شوية في صعوبة في الحركة وصعوبة في نزول سلم طلوع سلم وبعرفش أتني كويس بعرفش أفرد رجلي كويس. ومعي الدرجة الثالثة نفس الكلام بس بيزيد شوية الألم بقى أكتر. الألم بقى شديد يا دكتور يعني مش بقيت بستحمل ان انا مثلا امشي نص ساعه على طريق كويس او طريق يعني مساوي زي ما بنقول. الدرجه الرابعه خلاص انا ما بقتش اتني ركبتي ما بعرفش يعني اصلي ما بعرفش اتحرك بسهوله خلاص وصلت للدرجه الرابعه. بنشخص ازاي؟ طب قبل ما نشخص ازاي احنا معانا كمان فيديو لدرجات الخشونه. تمام. يعني احنا معانا فيديو ممكن برضو نعرضه عشان نوري الناس برضو بعد مراحل التطور. تمام. درجه الخشونه بتكون شكلها. تمام. عامل ازاي. تمام. احنا هنا عندنا اسباب الخشونه طبعا السن زي ما قلنا في الاول والحركه والامراض نقدم شويه نقدم الفيديو شويه وناخد نوصل لحد ما نوصل الجزء الخاص نقدم الفيديو شوي نخلي الفيديو معانا ولكن نقدم الفيديو. تمام. كويس. الاسباب بتاعت الخشونه قلنا التحميل. ايوه. وقطع في غضروف زي ما قلنا او حاجه في الاول. كويس. تمام. الخشونه ده اللي على الشمال ده سطح يعني او اشعه لمفصل سليم. اللي على اليمين اشعه المفصل فيه مشكله خشونه شديده. كويس. في طبعا ناروينج في جوينت سبيس يعني ضيق شديد في المفصل. واضح جدا طبعا مع الاحتكاك. الموضوع بيتطرق بقى زي الحاجات اللي شفناها. دي اربع اشعاعات مختلفه للاربع درجات اللي كنا بنقولهم كنا بنتكلم عنهم دلوقتي. اللي هو الدرجه الاولى والثانيه وكل طبعا ما الدرجه بتزيد كل ما المسافات ما بين المفاصل او المفصل الفخذ والساق بيقل شويه المسافات. فطبعا احنا وصلنا ان احنا شخصنا بالاشعه او شخصنا درجه الخشونه. فبنبتدي نتعامل بعديها على الايه؟ كويس. كويس كده احنا اتكلمنا عن طيب النهارده وانا اتكلمت عن ايه هي الاسباب ومراحل التطور. دلوقتي عندي طريقه التشخيص. تمام. اعتقد ان طريقه تشخيص مشكله خشونه الركبه او الام المفاصل ليها طرق كتير. تمام. ابرز
طرق التشخيص اللي من خلالهم طبيب العظام بيشخص درجة الحرق. احنا عايزين نفصل بقى، احنا بنعمل أشعة أو بنعمل فحص عشان نشخص هل دي خشونة ولا لا، ولا في مشكلة في الركبة ممكن تكون مشاكل كتير، يعني ممكن تكون زي ما كنا بتكلم دلوقتي عن قطع الغضروف أو قطع الرباط الصليبي أو قرحة في المفصل أو أي مشاكل أخرى بعيدا عن الخشونة. فبنحاول نوصل للطريقة المناسبة للتشخيص. الخشونة بتتشخص بالأشعة العادية، الخشونة بتتشخص بالأشعة العادية بلين إكس راي بس في ستاندينج بوزيشن، يعني العين بيعملها وهو واقف عشان نبين زي ما شفنا دلوقتي في كل تفاصيل المفصل وحواليه والمسافات المسافات اللي هي بتحدد هل انا في درجه اولى او ثانيه، انا كده بشخص خشونه. طيب الام ار اي السونار الحاجات دي احنا بنشخص بيها خشونه، احنا بنشخص بيها هل في قطع في الغضروف، هل في قطع في رباط صليبي او اي رباط من الاربطه الاخرى للركبه، هل في ارتشاح، هل في اصابه مثلا قديمه وادت الى قرحه مثلا في مفصل الركبه او حاجه. تمام ده بالنسبه للتشخيص. يعني احنا لما بنيجي نشخص او بنبقى متاكدين العين ده عنده خشونه بنبقى عايزين نحدد الدرجه فين وموجوده فين ورايحه بقى لها قد ايه بلين اكس راي في الستاندنج بوزيشن، وبنحدد او بنقيم منها درجه الخشونه اللي عندها العين علشان نبدا نحدد بقى طريقه العلاج المناسبه له. كويس تمام. بما اننا رحنا لطريقه العلاج، تلاقي دايما او تسمع دايما يقول لك في طرق كتيره لعلاج خشونة الركبة وألم المفاصل. تمام. كويس كده. يقول لك البلازما. تمام. وطرق أخرى حقن مش عارف إيه. كل يوم تسمع عن جديد وحديث. تمام. ومتطور في علاج هذه المشكلة. تمام. خلينا ناخد كده أبرز أو أحدث طرق التشخيص اللي من خلالها نقدر إن إحنا نحافظ على أحدث طرق العلاج. تمام. اللي من خلالها نقدر إن إحنا نروح بالعيان بتاعنا أو المريض بتاعنا لأفضل نتيجة. تمام. إحنا في الدرجات الأولية الموضوع بيبقى بسيط، الألم بيبقى بسيط، في التهابات في المفصل وإحنا عارفين إن سببها مثلا زي ما قلنا من شوية إن إحنا شاب مجهوده زايد أو سيدة في عمر متوسط مجهودها زايد وزنها زايد، ففي تحميل على المفصل فحصل الخشونة الأولية، فبنبتدي نتعالج. نبتدي نتعالج، بناخد علاجات بسيطة خالص، مضادات للالتهابات، في ارتشاح في الركبة بناخد مضاد للارتشاح أو مضاد للتورم، في ألم بناخد مسكن بسيط يساعد معنا إن يعني الألم يقل علشان برضو نعرف نمارس حياتنا الطبيعية. بناخد علاجات تساعد على يعني إن احنا نحافظ على السائل الزلالي اللي موجود جوه الركبة زي الجلوكوزامين وهكذا، الحاجات الكتير اللي ممكن تساعدنا. احنا كده في الدرجة الأولى. طيب اللي البسيطة أبسط حاجة تقريبا. تمام. طيب الدرجة الثانية بنلجأ شوية بقى إن احنا نعمل تقوية للعضلات، يعني عندي خشونة بسيطة وأنا عضلاتي ضعيفة، طب ما أقوي العضلات، أعمل علاج طبيعي، أعمل يعني تمارين. بيبقى في تعاون ما بينكم وما بين العلاج الطبيعي في تقوية العضلات، بعالج السبب. احنا دايما نقول إن احنا يعني لما نعالج الأسباب بنبقى قطعنا شوط كبير في علاج المشكلة. طيب انا لو دلوقتي عندي خشونه ورحت للدكتور واداني علاج مناسب والسبب موجود ما اتعالجش، خلاص طب ما انا هفضل على طول اشتكي وهرتاح شويه وهرجع اشتكي تاني، فالخشونه طبعا للاسف هتبتدي تتمكن من المفصل وتنتقل للمراحل الاخرى. فاحنا دلوقتي لو بقينا في المرحله الثانيه وعالجنا السبب سيب الفيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي مع العلاجات اللي قلناها في الاول او ذكرناها في الاول، خلاص احنا وصلنا ان احنا تحسننا او وقفنا عند الدرجه الثانيه عشان الخشونه ما تتقدمش او توصل للدرجات الايه كويس متقدمه اللي هي بعد كده اللي هي الدرجات اللي احنا بنحتاج بقى الحقن بقى. جميل. ما بين الدرجه الثانيه والثالثه احنا بنفضل الحقن. الحقن ده الحقن بقى ما بين قوسين كده تحت بقى الحقن كده. في عندنا حقن كتير واحد جدا. اتنين تلاته اربعه الحقن الحقن زمان كان منتشر ان كل الناس اللي بتحقن سواء مفصل الركبه او اي مفصل في الجسم بتحقن كورتيزون. لا طبعا هو الكورتيزون علاج التهابات. فاحنا تمام في الصور بتاعتنا ايه احنا لما بنيجي نحقن ده المفصل. كويس تمام. المفصل بتاعنا العظمتين زي ما قلنا او المسافات بتاعتنا لما بتقل بنبتدي نتدخل بسن السرنجة. احنا معانا صورة صغيرة كده. صورة تانية؟ صورة صغيرة موجودة معانا. طيب في صورة تانية هناخدها؟ ده دلوقتي مفصل يعني دي حالة كانت عندي في العيادة الأسبوع اللي فات. دي حقنتها. خشونة في الدرجة التانية حقنتها.
يعني عندها نرج في الجوينت سبيس في الناحيه الليفت. طبعا جايه بتشتكي من فتره طويله، يعني ما اخدتش طبعا اي حقن او حاجه. كل اللي اخدته ادويه بسيطه، حتى ما عملتش علاج طبيعي. كويس. ما عملتش علاج طبيعي ولا حاجه تساعد. فاحنا بدانا معاها البروتوكول. عملنا بقى معاها ايه؟ بدانا معاها بروتوكول العلاج. اديناها في الاول علاجات الالتهابات. كويس. الحمد لله الالتهابات راحت والمفصل بقى كويس. بدانا بعديها قبل بقى ما نخش على الصوره دي، خلينا نعرف العيان اللي فيه الدرجه ما بين الدرجه الثانيه والثالثه وبحقنه. خلينا ناخد ترتيب بالحقن وانواع الحقن المختلفه اللي بتساعد في علاج مشاكل والام ركب. تمام. انواع الحقن زي ما قلنا، احنا كنا بنتكلم على حقن الكورتيزون او الكورتيكوسترويدز. خلاص نجلكت دلوقتي، ما بنحقنهاش واستخداماتها قلت جدا عن زمان. كويس. الحاجات المنتشره جدا دلوقتي هي حقن الهياليورينيك اسيد او الحقن الزيتيه او الجيلاتينيه، وحقن البي ار بي او البلازما. كويس. البلازما دلوقتي طبعا يعني ده داخله في حاجات كتير، استخداماتها في البشره وفي العظام وفي مش عارف في كل وفي الشعر وفي كل حاجه. تمام. فاحنا بنفضل حاليا ان احنا بنحقن حقن هياليورينيك اسيد. كويس. او حقن ايه البلازما. كويس. طيب بنبتدي معلش يعني نشوف العيان ونفحصه ونقيمه ونبتدي نعرض عليه الطرق الموجوده. يعني الحقن الجيلاتينيه او الحقن الزيتيه دي موجود منها انواع كتير. كويس. انواع بسيطه او يعني بسيطه بمعنى ايه؟ لو مولكيولار ويت، يعني خفيفه شويه. معلش الكواليتي بتاعها او الاسعار بتاعتها بتبقى قليله في المتناول، ولكن الجوده بتاعتها مش بتبقى زي الهاي مولكيولار ويت اللي هي الكثافه او اللزوجه بتاعتها بتبقى زايده. كويس. طبعا كل ما كثافه او لزوجه الحقن الزيتيه زادت، كل ما كان تأثيرها افضل واقوى وقعدت فتره اطول. يعني انا هاخد حقنه كل 6 شهور او كل سنه غير لما اخدها كل سنتين ثلاثه. تمام. فاحنا بنختار على حسب الدرجه بتاعه الخشونه الموجوده، وبنفهم العيان، او دايما لازم تكون يعني ما بين الطبيب وما بين المريض يعني في كونكشن كده. احنا هنعمل واحد وده هيودينا في كذا واثنين ثلاثه، هناخد المرحله دي هنعمل كذا وبعدين ممكن نحتاج لكذا وكذا. البي ار بي او البليتت ريتش بلازما. لا انا مش هخرج من الهالورينيك. واحده واحده بس. خلينا نقول مين العيان اللي بيحتاجها، ولما بيحتاجها تقريبا عدد الجلسات. تمام. اللي في خلال فتره قد ايه بيبدا يشعر بتحسن؟ يعني اول حقنه بيشعر، ثاني حقنه، هل هي نتائجها ثابته بالنسبه لكل الناس ولا النتيجه بتاعتها متغيره من شخص لاخر؟ تمام. اللو مولكيولار ويت او الحقن اللي قلنا كثافتها قليله شويه دي بتتحقن 3 تايمز. كويس. يعني ممكن وانس ويكلي، كل اسبوع ناخد حقنه، كل اسبوع ناخد حقنه جرعه 3 اسابيع ورا بعض، والعيان بيحس بتحسن يعني يعتبر من ثاني حقنه مثلا. من ثاني حقنه. اللي هي الهاي مولكيولار ويت او اللي زوجتها اعلى شويه، دي بتعتبر وان شوت، ناخدها مره واحده. وطبعا يعني العيان بيحس بتحسن يعني ممكن بعد اسبوع او اقل من اسبوع كمان. في الحركه الالم بيقل. اللزوجه يعني بيجي لنا العيان تاني اسبوع في العياده يعني بيقول لي انا حاسس بفرق، الدنيا اتغيرت شويه. يعني بنقعد بقى طبعا على حسب درجه الخشونه او على حسب المرحله اللي احنا حقنا فيها، بنفهمه انت هتاخد فتره ايه مرتاح. 6 شهور، سنه. متوقع ان انت تقعد 3 شهور بس وترجع لنا تاني عشان تاخد حقنه كمان. خدت بالك؟ بس هي دي كل الميكانيكيه او النقطه اللي احنا عاوزين نوصلها. جبنا الميكانيكيه في 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 او الميكانيزم او طريقه. خلينا اقول انه حرفيه الحقن. تمام. اعتقد ان ليها دور كبير جدا. طبعا. في النتيجه. طبعا. قول لي بقى ازاي الحرفيه، ما هو من الاستفتاحي. تمام. قول لي الحرفيه بتكون فين في الحقن؟ تمام. انا بحقن المفصل. كويس. احقن المفصل. احنا معانا صوره توضيحيه. الحقن في صوره لحقن المفصل. ممكن ناخد الصوره. تمام. واحنا بنتكلم. تمام. صورة لا في صورة لحقن المفصل، لحقن المفصل الركبه. تمام. صورة حقن المفصل اللي موجودة معانا بتحدد المكان اللي احنا المفروض نحقن. اي صورة معايا. تمام. الله ينور عليك. احنا بنحقن هنا. كويس. طيب يعني معلش لو احنا ما حقناش في المكان اللي المفروض نحقن فيه. كويس. مش بس ما بنفيدش المريض، بل بالعكس ممكن نعمل له مشاكل او ندور. تمام. ده المكان او السبيس ده اللي هو السوفت سبوت اللي احنا بنحددها بتوين الفيمر والتيبيا. كويس. بندخل ما بين القصبه العصب كده والساق، وبنحدد النقطه اللي هنحقن فيها، وبندخل بسن سرنجه بسيط بنحقن الاول البنك او يعني الماده المخدره، وبعد كده بنحقن الحقنه بتاعتنا سواء هاليورينيك او الحقن الاخرى اللي ممكن. طيب واحده واحده بقى هنا.
هنا العيان جه وحددت هحقن فين وحقنت. طيب العيان بيشعر مثلا بألم بعد الحقن بيوم اتنين، ولا العيان بياخدها ويتحرك وينزل؟ احنا بننصح كل العيانين في كل انواع الحقن ان احنا يومين على الاقل العيان يرتاح في البيت. يرتاح يوم ليومين يرتاح. يرتاح في البيت كويس، يعني على الاقل ما يحصلش. دي تعليمات ما بعد الحقن. ناخد بقى تعليمات ما بعد الحقن. الحقن الجيلاتينيه تمام اللي بتتحقن في نعمل ايس باكس، يعني بنعمل كمادات تلج طبعا، يعني دخلت السرنجه او الابره وخروجها، ده ممكن يعمل شويه التهابات بسيطه، يعمل شويه تورم. فالعيان لما بيحصل تورم بيقلق. أيوة. يا دكتور انا ما كنتش حاسس بالورم ده، فكانت رجليا انسيابيه اكتر من كده. طبعا احنا بندي له بقى على طول، بندي له علاج انتي انفلاماتوري او مضاد للتورم من اول يوم، ما بنستناش يحصل تورم، وبندي له برده جيل بسيط كده مضاد للتورم، وبنقول له اعمل كمادات ثلج وريح في البيت لمده يومين. تمام. الراحه علشان ما يحصلش اي التهابات او اي مشاكل من الحقن. يعني الفكره في الفتره اللي احنا حقنا فيها ان احنا عاوزين نستفيد، ما ينفعش ناخد الحقنه ونرجع نقول ده في مشكله حصلت. لان طبعا مشاكل الحقن برضو كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. فلما بنحدد وسيله للعلاج احنا بنامل ان احنا نفيد المريض على اكمل وجه، لاقصى درجه. لاقصى درجه. ما ينفعش ان احنا يعني نسيب اي مجال لان نزود مشكلته. هو جاي عنده مشكله، ما ينفعش نديله يعني مجال لزياده المشكله بتاعته. كويس. تمام؟ طيب انا النهارده العيان جالي، وانا كدكتور متخصص في علاج مشاكل العظام، حسيت انه هذا المريض بالكيفيه اللي هو فيها دي، بالوضع اللي هو فيه ده، قد يكون الحقن غير مناسب بالنسبه له. يعني مثلا مريض وزنه زايد. تمام. لو مريض وزنه زايد ومحمل على وحركته، هل ده الحقن هيفيده ولا ملوش لازمه؟ لا بص يا حبيبي، الحقن وسيله لزياده السائل جوه المفصل. طيب هو السائل قل او حصل فيه مشكله جوه المفصل، عشان احنا قلنا في الاول احنا دايما لازم ندور على السبب ونعالجه. ايوه. يعني عندي ضعف عضلات، اقوي عضلات. طب عندي وزني زايد، ما انا مهما حصل مش هستفيد الا ما اعالج السبب. فلو وزني زايد احنا بننصح العيان حتى لو وصلنا لعمليه وهنعملها له، بنقول له دايما عالج السبب. مشكلتك كانت وزن زايد، يبقى لازم الوزن يقل علشان تستفيد سواء من الحقن او من الطرق الاخرى. كويس. حقن البلازما. تمام. او البي ار بي. تمام. متى نلجا لحقن البلازما؟ تمام. البلازما او البي ار بي زيها زي الهاليورينيك، بنستخدمها في الدرجات البسيطه للمتوسطه. يعني احنا بنفكر قبل ما بنقرر الوسيله دي للعيان، هل هتفيده ولا خلاص هو بقى في درجه متاخره ومش هيستفيد منه. علشان الناس دلوقتي يعني بيلجأوا او بيدوروا على اي وسيله للعلاج عن طريق البحث، عن طريق السؤال، عن طريق ان هو بيلاقي حد عمل الحقنه دي عند الدكتور قبل كده، فبيفكر ان هو زيه زيه، لو راح خد الحقنه هيبقى كويس. تمام. البليتلت ريتش بلازما، تعرفها هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. كويس. تمام. وسيله من ضمن وسائل علاج الخشونه عن طريق ان هي بتعمل اعاده نمو للانسجه او للخلايا المتاكله. اعاده نمو او ريجنريشن المتاكله. المتاكله جوه المفصل، زي ما يعني اصدقائنا دكاتره الجلديه بيستخدموها في اعاده نمو الانسجه في البشره، في الشعر. احنا بنستخدمها في الركبه. تمام. ف يعني بسيط الموضوع، والموضوع بقى مطمئن يعني بنسبه كبيره دلوقتي للمرضى، لان هو بيبقى شايف ان هو الوسيله دي من جسمه، مش بندخل اي حاجه. تاخد عينه من الدم وبتتفصل وبتتحقن مره ثانيه، حط على جهاز السنتريفيوج، بتتفصل في انابيب طبعا مخصصه عليها مواد معينه علشان نستفيد باكبر جزء من الصفائح الدمويه جوه البلازما. كويس. لما بناخد العينه بنحطها في سرنجه عاديه خالص زي ما شفنا دلوقتي، السرنجه اللي بنحقن بيها الهالورينيك معبأه، وطبعا بنعقم كويس وبنحقن الحقنه في المفصل بنفس الكيفيه او بنفس الطريقه اللي حقن بيها من شويه صغير. كويس. تمام. الفرق بقى، يعني النهارده عايز افرق. تمام. ليه احقن بلازما وليه احقن حقن الجيلاتينيه اللي فيها كم من السائل الزلالي اللي بيسهل حركه المفصل؟ تمام. الفرق فيه. تمام. بص احنا دلوقتي بقينا نفضل ان احنا نعمل كومباينيشن، يعني تركيبه حلوه كده للعيان علشان نفيده بكل الطرق. احنا ايه نفيده؟ تمام. عايزين نديله بقى احلى وصفه. تمام. واحلى تركيبه ممكن تساعده في انه ركبته يقوم يجري دلوقتي. تمام. الحقن الجيلاتينيه او الزيتيه مميزاتها ان هي سريعه التاثير.
يعني العيان لما بياخد حقنة الزيت بيحس بالتأثير بعد فترة قليلة. أيوة. ولكن برضو ليها عيوب إن هي ما بتقعدش لفترة طويلة. تمام؟ طيب الحقنة 3 شهور ممكن 6 شهور ست شهور, ممكن 9 شهور. وخلاص بتنتهي. بيجي تاني. ده طبعا الكلام ده عن تجربة. عندنا يعني حالات كتير جدا وبنشوف الكلام ده وبنبتدي نقارن ونشوف. البي ار بي او البليتلت ريتش بلازما هي تاثيرها شويه سلولي بطيء شويه تمام بس الافكاسي او التاثير بتاعها بيقعد لفتره اطول. طيب العيان بيفضل ايه؟ العيان عاوز يرتاح. عايز يبقى كويس. الله ينور. هو عايز يبقى كويس فاحنا بنديله الخلاصه. احنا لو خدنا حقنه احنا دايما بنفضل ان احنا ناخد اكتر من سيشن يعني اكتر من جلسه سواء في الهال يورينيك. احنا قلنا ناخد 3 جلسات تقريبا. تمام. جلسه جلستين 3 حسب النوع الحقن وحسب المشكله. كمان تمام. في البلازما بناخد تقريبا من 2 ل3 جلسات برضو على حسب استجابه المريض وعلى حسب درجه الخشونه اللي موجوده. كويس. لو احنا دلوقتي مثلا الخشونه متوسطه والعيان استجاب بعد جلستين خلاص بنفضل ان احنا ما نحقنش تاني ونتابع معاه بعد فتره ونعمل له فحص ونشوف الدنيا اخبار. طيب لقينا لسه في برضه يعني احتياج للجلسه الثالثه بنسبورت معاه وبنديها له بحيث ان هو يوصل لاقصى درجه استفاده زي ما قلنا من شويه. يعني بس هي كل القصه ان احنا بنفضل دايما ان احنا نديله الدرجه الاكبر. فالدرجه الاكبر دلوقتي من الاستفاده بقت هي الكومباينيشن اللي بقول لحضرتك عليه. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو احنا نديله بنديله سيشن هاليورينيك اسيد ونديله سيشن بي ار بي. تمام؟ يعني عادي يعني اديله مره كده ومره كده. نديله مثلا الوان شوت اللي هي الهيالورونيك اسيد. الوان شوت الكويسه اللي بتقعد فتره طويله يبدا بيها وبالسيشن اللي بعديها بنديله. انت عايز تريحه؟ وفي نفس الوقت بتبني له غضاريف جديده ويقعد فتره طويله كويس ما يزورنيش كل 6 شهور. يعني مش كل 6 شهور لازم اروح للدكتور. انا عندي مرضى الحمد لله استجابوا يقعد 2 و3 سنين يقول لي الحمد لله حقنت وبقيت كويس. طيب دي ميزه ان انت مش بتلجا كل فتره للطبيب وانت حاسس. ما انت لما كل 6 شهور تروح للدكتور يبقى انت ما خفتش. انت مش حاسس باستجابه. انت مش حاسس ان انت بقيت كويس. يبقى كانك مسكن. حاجه بسيطه كده تسكنك شويه وترجع لي مره ثانيه. تمام. بس فالكومباينيشن بيفيدنا بيفيد العيان بيفيده ان هو بيتحسن بسرعه بيفيده انه يقعد فتره طويله كويس وبيعمل اعاده نمو للانسجه. احنا على قدر المستطاع طبعا بنعمل يعني افضل نسبه فصل باجهزه كويسه. يعني نوع كويسة. الجهاز اللي بنفصل بيه هو بيساعدني في ان انا اطلع أنا احلى نسبه فصل اعلى نسبه فصل للبلازما عشان اخد الصفائح فيبقى اعلى نتيجه. تمام. الجهاز دي نقطه مهمه عشان بس الناس تبقى عارفه انه مش كل فصل زي بعض. مش في كل الاماكن طبعا. مش كل الاماكن هو طريقه الفصل والتكنيك بتاعها وطريقه حقنها. تمام. هي اللي بتفرق ما بين استجابه واستجابه مختلفه عن اشخاص مختلفين. تمام. كويس. طيب النهارده خلاص انا حقنت في شخص ينفع له الحقن وقلنا ممكن نحله نعمل له زي ميكس كده ما بين ده وما بين ده. في شخص احيانا تحس انه الحقن غير مفيد بالنسبه له. تمام. ايه المراحل اللي الحقن غير مفيد بالنسبه لها وتحتاج الى اجراء جراحه؟ تمام. المرحله الثالثه للرابعه اللي احنا ذكرناها بقى من شويه اللي هي خلاص الخشونه اللي اصبحت بالنسبه لنا متقدمه. العيان ده عنده مشكله. العيان ده حصل عنده مثلا تقوس يعني في قطع في الغضروف ومسبب له مشكله كبيره او قرحه. فاحنا بنبتدي خلاص بقى نلجا للحلول الجراحيه. الحلول الجراحيه عندنا متعدده. اول حل هو المنظار الجراحي. المنظار الجراحي في الحالات الشديده قوي ما بيبقاش مفيد. فاحنا دايما يعني بنحاول نساعد في الحالات اللي هي الايه المتوسط. قطع في الغضروف بنحاول نصلحه. المنظار يفتح فتحه صغير تقدر من خلاله المنظير فتحه سنتي عين بيدخل العمليه وبيخرج في نفس اليوم مش حاسس ان هو عمل عمليه. طيب. مشكلته اتحلت. الجزء ده محتاج حلقه لوحده بس احنا طبعًا. ايه طبعًا. هنتكلم عنه النهارده بشكل بسيط كده. تمام. يعني حلينا المشكله. عملنا سواء استئصال او اصلاح للغضروف المقطوع اللي هو سبب المشكله بتاعتنا. العيان بعديها ممكن يستفيد بعديها بالعلاج الطبيعي وبالحقن اللي كنا بنقوله من شويه يبقى خلاص وصل لدرجه كويسه من الاستفاده. التردد الحراري. التردد الحراري وسيله من الوسائل الجديده برضو اللي بنساعد بيها. زيها زي المنظار في الدرجات المتوسطه برضو الدرجات الشديده قوي مش بتفيدنا. الكسر الاصطناعي. كسر الصناعي الحالات اللي هي المتوسطه اللي عندها تقوس اللي احنا ذكرناها من شويه. الطفل اللي هو صغير ايوه كان عنده تقوس وما اتعالجش وكبر بقى متقوس. تمام. طيب الراجل ده لو احنا سيبناه هيخش في خشونه متقدمه
بدري. فاحنا بنلحقه ازاي؟ بنعمل عمليه بسيطه، بنعمل كسر صناعي، بنكسر العضمايه ونحاول نعدل مشاكلها، بحاول يعمل توازن على سطح المفصل ما بين الجزء الداخلي والجزء الخارجي. خلاص لما بنعمل كده خلاص طبعا بتبقى جوه العمليات كسر وبنركب شريحه واستعدال، عمليه كبيره شويه، احنا بنحاول نبسط الامور بس بنحاول. عمليات العظم الناس بتخاف منها وبتقلق منها، فعشان كده احنا بنطمنهم انه اتخاذ اجراء مبكرا بيبعدك عن قلقك من دخول غرفه طبعًا. العمليات وتأجير مفصل ومشاكل يعني وامور جراحيه انت في غنى عنها في البدايه. تمام. احنا لما بنعمل عمليه بسيطه في وقت يعني احنا محتاجينها فيه، غير لما بنلجأ ليها في المراحل المتقدمه، وطبعا الاجراء نفسه بيتغير. تمام. يعني لما بنعمل الكسر الصناعي علشان نعدل من سطح المفصل ونقلل الحمل على جزء معين، احنا بنمنع زياده الخشونه عشان ما توصلش للدرجه المتقدمه، ونلجأ ساعتها لعمليه تغيير المفصل اللي هي اغلب الناس بتخاف منها. جدا. تمام. جدا. يقول لك احتمال في النهايه احس انه المفصل يعني ممكن ما يستجبش، ممكن ما استحملش، وكمان تكلفته. يعني احنا في مصر شويه التكلفه بتبقى عاليه على المرضى، ولكن هي تكلفه المفصل غاليه لان المفصل نفسه غالي. يعني المفاصل اسعارها بتتراوح وجودتها بتتراوح وماركاتها بتتراوح. هي امريكي وصيني واندونيسي، كل الماركات موجوده. بس هي الفكره ان انا لما هركب مفصل هركب مفصل، العيان استفيد من المفصل استفاده كامله. وصل للي هو عايزه. طبعا عمليه تغيير المفصل زمان كانت بالنسبه للناس مقلقه، كان كابوس، توتر. انا لا، انا مش انا اعيش زي ما انا اعيش كده، ما حدش ياخد مفصلي. فهي النقطه بتاعه تغيير المفصل دلوقتي الحمد لله رب العالمين، مع تطور العلم وتطور المفاصل وجودتها، التكنولوجيا كمان، التكنولوجيا، كل الحاجات دي ادت الى ان تغيير المفصل دلوقتي بقى سهل جدا. احنا عاملين عمليات تغيير مفصل يعني مش عايز اقول الشهر اللي فات ده، انا عندي 37 سنه 38 سنه وعامل له مفصل كامل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كامل السن، كامل السن، يعني بيقدر يتني بيه، يصلي بيه. احنا هم بيسموه المفصل الاسلامي. يعني العيان بيجي يقول لي يا دكتور انا عايز المفصل الاسلامي. طبعا اللي 37 و38 وعمل عمليه تغيير مفصل ده كان واخد جان شوت، اللي هو اصابه مثلا بطلق ناري في الركبه، او كانت اصابه مثلا قديمه وحصل كسر وما تعالجش كويس او ما تثبتش كويس. فاضطرينا بعدين ان احنا نلجا للعمليه دي عشان الراجل هو مش عارف يمارس حياته طبيعي، ما يقدرش يتني ركبته، فلازم اجراء، لابد من اجراء عشان تغيير المفصل عشان يتحرك بشكل. وصلناه الالم قل، التاني زاد، بقى بيتني حركه اسهل طبعا بسهوله. يعني بقى يمارس حياته طبيعي وهو سن صغير، فاحنا ما لجاناش ان احنا نعمل له حاجه في سن صغير الا عشان نساعده، عشان نوصله للحاجه المطلوبه دي بشكل طبيعي وحياه طبيعيه. طبعا هنتكلم اكتر مره تانية عن هذه الاجراءات الجراحيه والاجراءات الخاصه بالحقن بشكل اكثر استفاضه، ولكن في النهايه انا عايز ادي في 30 ثانيه نصيحه لمشاهدينا في نهايه هذه الحلقه. تمام. احنا عايزين نعالج الخشونه في البدايات. العيان اللي يحس بالم في ركبته يروح لدكتوره يشوف، لو هي خشونه هيعالجها، لو هي مش خشونه وليها سبب اخر الالم الموجود هيعالجه، علشان ما نتاخرش ونلجا بعدين للخشونه المتقدمه اللي احنا دلوقتي بندور على وسيله ليها علشان نساعدكم بيها. يعني انا لما هتزورني وحضرتك في الدرجه الاولى انا اقدر اساعدك وترجع طبيعي وتمارس حياتك، غير لما تجيلي في الدرجه الثانيه او الثالثه واقدر اساعدك برضو ان شاء الله على قد ما اقدر، بس حضرتك مش هتقدر ترجع للصوره الطبيعيه زي ما تجيلي في الدرجات الاولى. دكتور محمد صقر، استشاري طب وجراحه العظام والعمود الفقري ومناظير المفاصل وعضو الجمعيه المصريه لجراحه العظام، انا بشكرك شكرا جزيلا. تشرفت بك يا حبيبي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامجكم برنامج العياده. وقبل ما اختم الفقره دايما اقول انه الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. النهارده لو عندك اي مشكله في بدايتها لازم تتابع الطبيب المتخصص، هيساعدك اسرع، النتيجه هتكون افضل واحسن بكتير جدا، التكلفه كمان هتكون اقل. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج العياده. لحد ما اشوفكم مره ثانيه لكم مني كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.